دلوقتي حوار في الولا حاجة مع صبري زكي على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. دونا عن خلق الله، فمصر عندنا حاجات كتير بنعتبرها حاجة وهي ولا حاجة. علشان كده عملنا لكم حوار في الولا حاجة. أحلى حاجة إن إحنا عندنا أنافة غريبة، أنافة في كل حاجة. ليه؟ لأننا دايماً عندنا انطباع إننا دايماً بنبقى واخدين بالنا من صحتنا. يعني مثلاً تلاقي الواحد أنف قوي وهو بيشرب المية من محل كشري أو من أي محل في الشارع من المكان اللي جنب الإيد، على أساس إن مفيش غيره اللي اكتشف المكان ده، مع إن كلنا بنعمل زيه وبنشرب من المكان اللي جنب الإيد. والتدوير على الحتة الناشفة في الفوط في المطاعم أو عند الناس الغريبة، قال يعني الحتة الناشفة هي اللي مفيهاش فيروسات، فأنا كده عامل وقاية لنفسي. أحلى حاجة بقى إننا دايماً بنشيل الحتة البيضة في الفاكهة أو في الطماطم أو في أي حاجة بناكلها، وبناكل بقيتها على أساس إن كده خلاص بقى الباقي ده سليم، إنما الحتة البيضة دي طلع لوحدها كده شطاني ما عادتش بقية الفاكهة، مع إن كل ده بيسبب لنا أمراض كتير جداً جداً، ومن أكتر الأسباب في انتشار أوبئة زي فيروس سي اللي منتشر جداً ما بيننا. فياريت يبقى عندنا تفسير تاني للأنافة وناخد بالنا من صحتنا شوية عشان نعمل حاجة مفيدة لنفسنا بدل ولا حاجة. حوار في الولا حاجة مع صبري زكي على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي.